طلابي أحبائي، أسعد الله أوقاتكم. سنتعرف يا أحبائي في هذا الفيديو على وصف للوحدة الأولى للصف الثالث، وهي وحدة نتشارك الكوكب لمادة اللغة العربية. هيا بنا يا أعزائي. وحدة نتشارك الكوكب. الفكرة المركزية: الاستقصاء عن الحقوق والواجبات في النضال من أجل تقاسم الموارد المحدودة بين الكائنات الحية الأخرى والعلاقات داخل المجتمعات المختلفة وإمكانية الحصول على فرص متساوية في هذا العالم. أما خطوط البحث فهي اشتملت على أشكال التكيف وأنواعها والألية التي تلجأ إليها الكائنات الحية بأنواعها من أجل التكيف مع بيئتها وأثر التغييرات البيئية على تكيف وبقاء الكائنات الحية بأنواعها. أما المفاهيم الأساسية في هذه الوحدة فهي ترتكز على الشكل والوظيفة والتغيير. أما المفاهيم ذات الصلة فهي ترتكز على الشبه والاختلاف والسلوك والتكيف والتنوع الحيوي. سنقوم خلال هذه الوحدة يا أحبائي بالتركيز على مهارات اللغة العربية، والتي ترتكز على الاستماع والقراءة والمحادثة والكتابة. أما مهارة الاستماع فيتوقع من المتعلم بعد انتهاء هذه الوحدة تحقيق متطلبات ترتكز على فهمه المسموع والتعرف على المفردات والتراكيب الجديدة وربط المسموع بالخبرات العملية. أما القراءة يتهجأ الكلمات بطريقة صحيحة ويميز أصوات الحروف المتشابهة ويفرق بين لفظ اللام الشمسية والقمرية ويحاول قراءة جمل قصيرة. أما المحادثة فيتوقع من المتعلم استخدام اللغة السليمة للتواصل خلال النشاطات الصفية، طرح الأسئلة للحصول على المعلومات، التعبير عن الحاجات والمشاعر والمشاهدات بجمل مفيدة. أما الكتابة يحاكي كلمات وجمل بخط جميل، تحلل الجملة إلى كلمتها والكلمة إلى مقاطع وحروف، تستند الحروف إلى حركاتها بطريقة صحيحة، ترتب الكلمات لإنشاء جمل مفيدة. سيتم التكامل في مادة اللغة العربية من خلال طرح مجموعة من النصوص الأدبية أحبائي، والتي تعالج خطوط البحث المختلفة. النص الأول وهو بعنوان الأنظمة البيئية، الذي يوضح كيفية تأقلم الحيوانات والنباتات في المئة المحيطة بهم، ونص العلاقات بين الكائنات الحية الذي يوضح أهمية وجود علاقات بين الكائنات الحية والتوازن القائم بينهم. أيضا سيتم يا أحبائي مشاهدة مقاطع تصويرية متنوعة، بحيث يقوم الطلبة بالإجابة عن أسئلة الفهم والاستيعاب واستخراج مفردات جديدة وتوظيفها في جمل مفيدة لتساعدهم في كتابة تأملاتهم، وهذا ما يتفق مع خطوط البحث. هناك مشروع للوحدة في نهايتها يا أحبائي، ستقوم بتنفيذ مشروع يوضح أنواع البيئات المختلفة الصحراوية والقطبية أو البيئية، ولك حرية الاختيار بين أحد المشاريع التالية: من خلال عرض تقديمي، لوحة جدارية من خلال رسم أو صور، أو مجسمات. ستقوم بتصميم هذا المشروع الذي يعكس فهمك خلال الوحدة فيما يتعلق بمفهوم تكيف الكائنات الحية. وأيضا يا أحبائي أود التنويه أنه سوف يتم تقييم أداء المتعلمين بناء على معايير ثابتة. طلابي أحبائي، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من شرح للوحدة الأولى لمادة اللغة العربية للصف الثالث. شكرا لكم وشكرا لحسن استماعكم، ودمتم سالمين. إلى اللقاء.